الوضع في إدلب. معنا أحمد قدور ناشط ميداني من هناك. أحمد، ما هي تطورات الوضع في مدينة سلقيم بعدما أعلن الثوار عن تحريرها بالكامل؟ ميرنا، اليوم وبعد ان صرح الجيش الحر بعدم التزامه بالهدنه التي وافق عليها النظام واخترقها في اول يوم من ايامها، قامت بعض الكتائب بتحرير حاجز رجب في سلقين بالكامل، وبعد جلب تعزيزات لهذا الحاجز قامت بعض العناصر الموجوده في الحاجز بالفرار الى مدينه دركوش، فقام الجيش الحر في منطقه المدينه هناك بتدمير بعض التعزيزات وقتل عشرات الجنود واسر العشرات ايضا بينهم رتب عاليه، وقام باغتنام دبابه بام بي وبعض الاليات الاخرى، وما تزال الاشتباكات عنيفه بين الجيش الحر وما تبقى من الحاجز والتعزيزات، في حين لا تزال معظم القرى والمدن تتعرض للقصف في ريف ادلب. تتعرض قرية معرة حرمي للقصف من قبل قوات النظام ما أدى لتهدم بعض المنازل، وتشهد القرية الآن حركة نزوح قوية، كما وصلت مدينة سلاقي في ساعات الليل الأخيرة إلى قصف عنيف من قبل حاجز معمل القميد ما ادى الى وقوع بعض الجرحى، وتعرضت بلده جرجانات للقصف من قبل مدفعيه النظام في حاجز الحامديه، ولا تزال الاشتباكات مستمره بين القوات النظاميه ومقاتلين من الجيش الحر والكتائب الاخرى في محيط معسكر وادي الضيف. تتعرض الان بلده حاس للقصف وهناك انباء عن وقوع ضحايا بين صف المدنيين، وقامت الطائره المروحيه بالقاء برميلين على الحي الشرقي في مدينه معرة ولا انباء عن اصابات. احمد، تحدثت عن اغتنام اسلحه واليات عسكريه في دركوش، ما هي تفاصيل هذه العملية التي قام بها الثوار هناك؟ كانت هناك تعزيزات ذاهبة إلى حاجز رجب بعد أن قامت عناصر الجيش الحر بمحاصرة هذا الحاجز وضاق الخناق عليه. هذه التعزيزات لم تصل إلى لهذا الحاجز، وبعض العناصر الموجودين في هذا الحاجز قاموا بالانسحاب إلى منطقة دركوش، منطقة عزمارين. قام الجيش الحر هناك بالتصدي لهذه التعزيزات، وقام باغتنام كل ما معهم من آليات لم تدمر، وقام بعض الآليات الأخرى، واعتقل بعض الجنود منهم رتب عالية. أيضا منذ 15 يوما وليف إدلب الجنوبي، خاصة منطقة معرة نعمان وخان شيخون، تعاني أشد المعاناة من انعدام كافة وسائل الحياة الأساسية ابتداء من المسكن والكهرباء، والأهم من ذلك مادة المازوت المفقودة منذ أشهر، والتي تعتبر المادة الأساسية في موسم البرد والشتاء، والتي يعتمد عليها المواطنون في التدفئة أيضا. شكرا لك أحمد قدور، ناشط ميداني، حدثتنا من إدلب.